في ستار ميكرو ولكن الاول برنامج تشوف موهبه في الوطن العربي كله. تمام. انت ايه رايك دلوقتي طلع بعديها بقى ستار اكاديمي و ارب ايدل اكس فاكتور حاجات كده وذا فويس؟ انت ايه رايك بقى في كل البرامج اللي طلعت؟ والله انا بحبها جدا. انا بشوف البرامج دي طبعا مهمه لان هي بتعمل رواج للفن المحترم برضو، وفي نفس الوقت ليها متابعين كتير جدا من الوطن العربي والعالم كله، وهي على فكره برامج عالميه موجوده في كل العالم. هي احنا النص العربي. بحب احداثها، بحب اقعد كده اشوف مين بيغني مين ما بيغنيش، بحب انا بحب اللي بيغني لايف دول، وبحب احداثها اللي هو مش عارف مين. انت عشت احداث اليوم؟ انا عشت لا مش قوي برضو كده. انت كان الموضوع برضو ما فيهوش تصويت؟ لا كان في تصويت طبعا. تصويت جمهور؟ طبعا كان تصويت جمهور ولجنه الاثنين مع بعض. بس كانت اللجنه هي اللي كانت بتبقى الراي الاول. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. ما هو اللجنه بتوجه الجمهور. تمام. يعني بيبقى لها في توجيه منها للجمهور بيبقى عاده يعني نسبه 80%. البرامج دي انا بشوف ان هي برامج حلوه. لو سالتيني على المتسابقين بقى، المتسابقين طبعا اللي بينجحوا بيبقى يستحقوا ينجحوا، بس محتاجين بقى ان هم يعملوا اغاني حلوه. لازم يعملوا اغاني حلوه، ما يعتمدش على الفولورز اللي عنده بقى والمتابعين اللي عنده على الفيسبوك، عنده على تويتر، عنده على الانستجرام. الحاجات دي مشكله كبيره جدا بتقابل المتسابقين بتوع البرامج دي كلها، ان هو بيلاقي عنده مثلا اي بوست بينزله بيلاقي هاوس سوشيال ميديا، ناس كتير جدا بتعمل له لايكس عليها وكومنتس وبتاع، فبالتالي الحماس اللي عنده او الطاقه اللي انا اعمل اغنيه حلوه قوي اتعب فيها قوي دي ما بتبقاش موجود. بعتمد على 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 ان انا عندي جمهور، لو قلت لهم اي حاجه ينجح. لا الموضوع مش كده، ده التاريخ اثبت ده، انك لازم تعمل اغنيه حلوه لازم. اعرف فنانين كتير جدا قعدوا سنين يغنوا في مصر مش مصريين مثلا، وعملوا حفلات كتيره جدا وانا حضرتها ما كانش في تفاعل مع الجمهور خالص، عملوا اغنيه حلوه الايه اتعكست تماما. الاغنيه الفنان المغني اغنيه مش اي حاجه تانيه. طيب خالص، ولا شكل ولا يعني الشكل والصوت كمان، الصوت مرحله متساويه مع الاغنيه، لازم الاثنين يكملوا بعض، الصوت والاغنيه لازم يكون صوته حلو يكون اغنيه حلوه. ما ينفعش صوت حلو يقدم اغنيه مش حلوه، ما ينفعش اغنيه حلوه تقدم صوت مش حلو، هتلاقي فيه حاجه غلط.